الجولة الصحفية كنقدموها لكم من قناتكم شوف تيفي. أهلا بكم. نستهل جولتنا من يومية المساء لعنوانات: الحكومة تسعى لخصصة مقاولات عمومية ولائحة في طريقها للبرلمان. تعكف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على دراسة لائحة قد يتم تقديمها للبرلمان من أجل إعطاء الضوء الأخضر لتفويت عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى الخواص، وذلك بهدف الرفع من الموارد المالية للدولة والتخفيف من عبء بعض القطاعات التي اتضحت تستنزف أو أضحت عفوا تستنزف المالية العمومية. وإلى يومية الأحداث المغربية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني الشروع في تدبير ومقاربة جديدتين للتدخلات الأمنية، خاصة ما يتعلق بالجرائم التي تمس المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم. تفاصيل أوفر كتابعوها بذات اليومية. ونختم بيومية أخبار اليوم. خاض أطباء القطاع الخاص يوم الخميس إضرابا وطنيا بجميع العيادات والمصحات الخاصة على امتداد تراب المملكة، وشمل الإضراب كل الأقسام والمصالح الاستشفائية الحرة باستثناء عفوا المستعجلات الطبية والجراحية لتمكين الحالات المستعجلة من العلاج. جولتنا الصحفية انتهت، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.